السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب، وينعاد عليكم الأيام بخير وعلى كل حبايبكم، وربنا يرفع عنا البلاء وعن جميع الناس يا رب وجميع البلاد يا رب العالمين. المهم النهاردة إن شاء الله زي ما انتم شايفين كده في العنوان، العلف، العلف، أضرار العلف للحمام. العلف للأسف الشديد فيه نسبة سموم عالية جدا ومضر جدا للحمام، هنتكلم عليه النهارده باستفاضه، وهقول لكم كمان ليه العلف مضر للحمام وليه مش بيضر الفراخ. بسم الله الاول ونصلي على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدين. يا ريت بس في الاول بقول لكم ما تنسونيش من اللايك، ولو مش مشتركين عندي يا ريت تنزلوا تحت تدوسوا على الزرار الاحمر مكتوب عليه كلمه اشتراك بالاحمر، هيطلع لكم جرس، دوسوا على الجرس يطلع لكم 3 اجراس، دوسوا على اول جرس اللي هو بتاع الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بسم الله وندخل على الفيديو. خلينا بس متفقين في الاول ان الحمام غير باقي انواع الطيور، الحمام اكله مختلف عن باقي انواع الطيور. الحمام اكله عباره عن حبوب يا جماعه، اما البط والوز والفراخ والروم والحاجات اللي زي دي بياكل ممكن من اكل البيت، والفراخ البيضه برضو. طبعا الفراخ البيضه احنا عارفين ان احنا بنعتمد في تغذيتها على العلف، العلف الصافي زي ما شفتوا صورته في دلوقتي اهو على الشاشه، دي صوره العلف يا جماعه، ده العلف بتاع الفراخ. العلف بتاع الفراخ لا يصلح تماما 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 للحمام. ليه بقى ما يصلحش للحمام يا جماعه؟ العلف بتاع الفراخ بيبقى فيه نسبه سموم فطريه، ودي طبعا بتأثر على الحمام، دي نمرة واحد. بس الأهم من كده، وأنا بقى بعمل سيرش على النت، أنا يعني كنت بحط للحمام، برضو اللي متابعني عارف إن أنا بحط مع خلطة الكلفة بتاعة الحمام الحبوب، يعني اللي زي الذرة والفول والذرة العويجة والقمح وكسر الرز والحاجات دي، يعني خلطة الحبوب دي بحط. ممكن إيه لو الحمام عنده زغاليل بحط إيه؟ رشة علف، يعني زي قبضة إيد كده، علف من العلف، علف الحمام هو اسمه كده، علف خاص بالحمام. بس الصراحة لما بحثت عليه على النت لقيت بص العلف عامة، إن كان علف حمام، علف فراخ، علف بادي، علف نامي، علف بادي نامي، كل أنواع الأعلاف دي مضرة للحمام ومضرة على صحة الحمام، ويعني بتعمل بلاوي. ليه بقى يا جماعة؟ لأن بيبقى فيها فول صويا، الفول الصويا خطر جدا جدا على الحمام، زي ما قلت لكم في نوع من أنواع الفول خطر على الحمام اللي هو الفول الصويا. ليه الفول الصويا خطر على الحمام؟ ليه؟ لانه بيحتوي على مواد ضاره بالحمام، طبعا لما بنضيفه ولو بكميات صغيره منه على الكلفه بتاعه الحمام بيعمل بلاوي بلاوي للحمام بجد. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل قله في النشاط المعوي في الزغاليل، وبالتالي بيعمل قله نمو وزياده في حجم البنكرياس وزياده في احماض الصفراء. طيب هو مش مضر للحمام للدواجن يا جماعه، الفول الصويا مش مضر للدواجن ولا للبط، لان احنا لما بنعمل حتى العلف اللي احنا بنصنعه في البيت بنعمله على ايدينا، بيبقى اللي هو بيبقى عيش ناشف والحاجات اللي بنعملها والرده والحاجات اللي احنا بنعملها ايه للبط، للتسمين بمعنى اصح، دي بنعملها للبط وللفراخ عندنا وبياكلوها عادي وما بتضرهمش، مش بتضر الفراخ زي ما بتضر الحمام، يعني هي ما بتاثرش على الدواجن، لاننا بنحطها بنسب معينه برضو للدواجن. خلي بالكم يعني برضو الافراط في الفول الصويا يا جماعه بيضر الدواجن، بيضر الفراخ والبط والوز والحاجات اللي احنا ايه عايزين نسمنها، ان هو معمول للتسمين يعني الفول الصويا، فخلي بالكم برضو حتى للدواجن بيبقى بنسب معينه، لكن في الحمام ممنوع تماما، لان الحمام طبعا احنا بنعتمد في اكل الحمام في التغذيه بتاعته على البقوليات كمصدر ايه للبروتينات، زي الفول. بص الفول الصغير ده اهو، ده الفول اللي احنا بندمسه في بيوتنا، ده في نوع منه بيبقى صغير بالشكل ده، الفول ده يا جماعه ممتاز ممتاز، فيه نسبه بروتين عاليه جدا وفيه حديد وفيه فيتامينات ومعادن، يعني ممتاز بجد للحمام وللزغاليل الصغيره، بيخلي الزغاليل حجمها كده وافي ويومها فعلا بيبقى بيومين. فانتم لو تقدروا بجد تحطوا من الفول ده بدل ما بتجيبوا علف وتصرفوا فلوسكم على علف، لان برضو العلف بيبقى غالي خلي بالكم، لكن الفول ده رخيص تقريبا، الكيلو بتاعته مش عارفه بكام بالظبط، بس يعني مش هتزيد عن 7 جنيه، يعني حركه 5 6 7 جنيه في الحدود دي، يعني سعره كويس متناول الايد وارخص كمان من العلف. فبدل ما تجيبوا علف وتهلكوا صحه الحمام بتاعكم بالله عليكم خلي بالك، لان دي روح واحنا هنتسال عليها. الحمام بيختلف، بقول لكم للمره المليون، الحمام بيختلف عن الدواجن. الدواجن انتم بتربوها
لفترة معينة، يعني احنا بنربي الدواجن مثلا سنة سنتين عندنا بالكتير، وبعد كده ايه بنجددها، لكن الحمام بيقعد عندنا بالسنين، فبالتالي احنا عايزين نحافظ على الحمام وعلى صحة الحمام. فاحنا بدل ما نحط علف هنحط ايه؟ هنحط فول. هنحط طبعا الفول، انا قلت لكم الفول مصدر البروتينات، الفول، العدس طبعا، وزي ما الحمام طبعا محتاج البروتينات لبناء جسمه، محتاج كمان للطاقة. الطاقة طبعا دي مصدرها الحبوب زي الذرة الرفيعة والقمح وانواع الحبوب كلها. يعني بصوا هنا عند انا جايبه له اسمها ايه دي، اللوبيا اللي هي بعين سودا دي، وجايبه له فول، وجايبه له ذرة صفرا، جايبه له عدس. ممكن برضو تقله نسبة العدس، يعني الفول بيغني عن العدس لان هو ده برضو نسبة بروتين هنا وده نسبة بروتين. فالفول يا جماعة لو جبتوا فول ماشي مش مشكلة عادي، ممكن نقل ايه من العدس او ما نحطش عدس. البسلة بنحطها في الشتاء اكتر، عشان البسلة بتمد جسم الحمام بالطاقة، طاقة يعني عالية جدا، فبالتالي بتعمله زي دفء كده في جسمه، هي مرغوبة اكتر للحمام ما في الشتاء. طيب في نقطة كمان عايزة اقول لكم عليها، انا يمكن قلتها كتير جدا وبرضو جات لي اسئلة عليها، بيقولوا لي طيب الذرة اللي هي المدشوشة او الدشيشة بمعنى اصح، زي ما في كتير برضو من المحافظات عندنا في مصر بيقولوا عليها دشيشة، اللي هي زي الذرة المدشوشة والقمح المكسر الحاجات دي. يا جماعة لو مش من عندكم، انا كنت وريتكم برضو ان انا حط اسمه ايه للحمام، بحط له الكسر بتاع الرز ده من عندي انا، من عندي انا في البيت، يعني انا عندي الرز اللي هو الرز الشعير او الرز اللي بيبقى بقشره، احنا بنقول عليه رز قشر او رز بقشره كده، بيبقى لسه مش متقشر. بصوا اهو هو ده شكله يا جماعه، هو بيبقى شبه الشعير بس ده رز مش شعير، اهو بيبقى بالشكل ده. ده انا بجيبه وبقشره، بوديه المكنه وبقشره في المكنه، بيجي لي بيبقى رز، بيبقى رز ابيض، يعني رز اللي هو اللي احنا بناكله. بالتالي انا طبعا بغربل الرز ده او بنخل الرز، بينزل منه حتت صغيره، الحت ده انا ممكن احطه للحمام، احطه للفراخ الكتاكيت الصغيرين كده يعني، لكن ده مضمون، ده انا ضمناه، ده من عندي انا. لكن انا لو هجيب علف من بره او حبوب من بره يا جماعه بالله عليكم ما تجيبوش الحاجات المكسره. برضو نفس الشيء للقمح، القمح احنا لما بنغربل القمح عندنا في الارياف هنا، بنغربل القمح بينزل برضو، الناس طبعا اللي في الارياف عارفين الكلام ده كله، احنا بنغربل القمح علشان نطحن القمح ونعمل دقيق، بينزل منه برضو الحت الرفيع اللي هو ايه اللي بيبقى بتاع القمح ده، الحت بتاع القمح ده برضو بنحط منه الحمام، بيبقى ممتاز لان ده من عندنا احنا، عارفين ان هو نظيف ما فيهوش سموم فطريه، مش متخزن بقاله سنين، بنبقى عارفين مصدره، ما فيهوش سوسه اهم حاجه، لان برضو الحاجات دي كلها بتعمل سموم فطريه للحمام وبتاذي الحمام وبتاثر على صحته، وبالتالي بتبصوا تلاقوا الحمام لا قدر الله بيموت فجاه كده، ما بتبقوش عارفين ده من ايه، ده بيبقى بسبب السموم الفطريه. يبقى احنا عشان نتجنب المشاكل دي كلها هنعمل ايه يا جماعه؟ هنجيب الحبه الكامله اهو، انتوا شايفين شكل اساسا الكلفه دي، بصوا الجمال بتاعها، الحبوب كامله، الذره كامله، البسله كامله، الفول، الذره العويجه، الشعير، بصوا فيها شعير، القمح، كل الحبوب كامله. الافضل ده الكلام ده يا جماعه مش كلامي انا، ده كلام دكتور بيطري والله هو اللي قال لي الكلام ده. وبرده انا لما عملت سيرش على جوجل لقيت فعلا ان الحمام بيستفاد من الحبه الكامله اكتر من الحبوب المكسره، لانها بتكون مش نظيفه وبالتالي بتمتص رطوبه اكتر وبتبوظ بسرعه وبتسبب امراض فطريه للحمام. عشان كده طبعا بنفضل الحبوب الكامله في تغذيه الحمام اهو. بصوا وكمان في نقطه يا جماعه، يا ريت برضو احنا لو جبنا الكلفه الجاهزه نجيبها من مصدر موثوق فيه جدا جدا جدا، نحطه تحت جدا دي مليون خط، او البديل بقى ان احنا نجيب الكلفه ونعملها على قدنا، زي ما شفتوني وشفتوا الاكياس اللي انا كنت جايباها اهو. بصوا دي الكلفه اللي انا عاملاها، بصوا برضو شكلها عامل ازاي. طبعا انا جايبه الفول اللي هو الرفيع ده، وجايبه الذره الصفراء، وجايبه الذره العويجه، وجايبه الشعير، وجايبه قمح، وبرده وجايبه اللي هي اللوبيا ام عين سودا دي. فيا جماعه هاتوا الحبوب دي واعملوها على ايديكم انتم وحطوها للحمام، بتبقى انضف واحسن واضمن، لان الحاجه انتم عاملينها بايديكم ومش يعني ضامنين جودتها، وفي نفس الوقت متاكدين ان ما فيش حد، ان هي مش متخزنه عند التاجر بقالها فتره، وبالتالي ما بيبقاش فيها سوسه او فيها سموم فطريه. تمام كده. في سؤال برضو كان جالي ان في واحده قالت لي هي مربيه الحمام مع الفراخ، هل في خطر على الحمام؟ طبعا
ده فيه خطر، وخطر كبير جدا، لان الحمام يا جماعه زي ما قلت لكم مش بياكل من اكل الفراخ، تمام. وكمان برضو خطر على البيض بتاع الحمام، وخطر على الحمام نفسه، لان ممكن الفراخ او البطن انت مربياه مع الحمام يدخل ينقر في البيض، ينقر في الزغاليل الصغيره، فطبعا خطر جدا. انا يعني احترموا خصوصيه الحمام، الحمام بالذات يا جماعه من الطيور اللي بتحب تبقى زي الفريك، ما بتحبش الشريك بمعنى اصح. فيا ريت تبعدي الحمام عن الفراخ ولو حتى بحاجز سلك كده، تمام كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بالقليل، ولو استفدتوا مني معلومه لو حتى صغيره اعملوا الفيديو شير، خلي غيركم يستفاد بالمعلومات دي زي ما انتم استفدتم. ويا ريت ما تنسونيش من اللايك، ولو مش مشتركين عندي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.